أعطيني أرقام صفحات. إذا فيك أول شي تعمل هيك ريفيجن بسيطة للماكسيموم والمينيموم والإكزامبل رقم صفحة على السؤال بس عشان أعرف أي قصدك. في كتير أسئلة ماكسيموم مينيموم. لا هو تقريبا كلهم يعني أول كم وحدة كلهم جبتهم غلط، بعدين عرفت كيف شوي تحسنت. فأنت أي مثل أعطيني إياه، عرفت كيف؟ ما في سؤال محدد، وسؤال 17 و20 سؤال 19 و20 والإكزامبل 19 و20. example 17 و20. أوكي، كأنه في مشكلة بالصوت، يا من عندي يا من عندك، صوتك عم يجي عم يقطع. ثانية بس لأتأكد من جودة الإنترنت. أوكي، عندي وضع الإنترنت كثير جيد، فتأكدي إنك تكوني قاعدة بمكان يا قريب من الراوتر عشان تكون شبكة قوية، أو تكون شبكة الموبايل قوية بالمكان اللي قاعدة فيه. أوكي، طيب ممكن نفتح وايت بورد مثلا، نكتب أسئلة. ما في داعي نكتب، ما فورا ببداية الأسئلة كان في عندي أسئلة ماكسيموم مينيموم مثلا. هاد سؤال مثل هاد أعطاني الجمع، قال لي A زائد B 10، فشو هو ماكسيموم A ضرب B بهي الحالة؟ لما يعطيني الجمع ويطلب مني ماكسيموم الضرب، انا لازم اقربهم من بعض او بعدهم من بعض؟ تذكر شو كان الحل؟ ايه للضرب بدنا نقربهم. طيب انا وقت علمتك شغلتين، قلت لك اذا مالك متاكده لازم اقربهم ولا بعدهم، تمام؟ إذا مو متأكدة إنه لازم أقربهم ولا بعدهم، جربي بعديهم، جربي قربيهم. أبعد رقمين عن بعض جمعهم 10، رقمين صحيحات، هن 1 زائد 9 10. بس حتى في عندي أصغر، في عندي 0 ضرب 0 زائد 10 10، هي بعادتهم صح؟ طيب 0 ضرب 10 0، هذا مينيموم. طيب أقرب رقمين لبعض جمعهم 10، هن 5 زائد 5 يساوي 10. طيب 5 ضرب 5 25، هذا ماكسيموم. مطلوب مني مينيموم زائد ماكسيموم، فالجواب 25. وانتبهي أي شيء ينتمي بعدين لزد بوزيتيف، اللي هي البوزيتيف انتجرز، إنه ما فيه صفر، هاي المعلومة كثير بتفرق معي بالحل. في مشكلة؟ لا وكمان تتذكر مثلا وقت كان عندنا مثلا A B C و C B A يطلع معنا مثلا ال B هي صفر، يكون ما لها حل. فوقت أنا بتذكر حطيتها صفر أنت قلت لي أنا لازم تكون 9. شو هي؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ بس أعطيني رقم الصفحة لأرجع أعيدهم فورا. بس أنا هو قدام الكتاب صراحة. في ميزة إنه الدروس مسجلة يا هيا، فإذا في شيء ما فهمتي وأنت عم تحلي فيك ترجع فورا للتسجيل. هذا الشيء كثير بيفرق معك، لأنه في أوقات بيكون الطالب بده بس فكرة واحدة هو عم يحلها يكمل دراسته، فبتلاقيهم بالتسجيلات. يعني بدك ارجع للتسجيل ولا اسالك؟ لا اسأليني هلا هذا السؤال بس مشان المرات الجاية، مشانك عشان وقت تدرسي. ما في سؤال خلاص بلا طيب معناتها بس هلا الاكزامبل الاكزامبل 17 17 و20. و20. طيب وبشكل عام اذا في شيء ما عرفت تحليه فمجموعة الواتساب هي لأسئلتكم. طيب تمام اسمع هي الاكزامبل 17، قال 3 زائد 8 زائد اكس. سؤال اول شيء، هي هون شو الفرق الثابت بينهم؟ 5 صح؟ فبس يكون الفرق الثابت هو يعني في عندي اسئله فرق ثابت ليست اسئله اعداد فرديه odd or even number، ساعتها بهي الحاله ما في عندي غير تي واس. بيجي بطبق التي اللي هو التي بيقول اكس اللي هو اخر واحد ناقص 3 اللي هو الاول على الفرق الثابت اللي هو 5 زائد 1.
بس بالانسر كي اذا بتطلع حطينا x plus 3 هي x minus 3. الاس هي الاكس بلس 3 الاس. لا انت شوف الانسر كي حاطين x plus, plus 3 و x plus 3 كمان شوف تنتين x plus هون في خطأ. 3. لا سوري لكن لما تكون هي ماينس 3 مشان هيك طلع معهم اخر شيء زاد 2 والا لو كانت بلس 3 كانت حتصير بلس 8 فبس هون في خطا بالاشاره بالانسر كي هون تمام هي اشاره ماينس فكرة كيف فيها تحت ما طيب فبهي الحاله تي بدي وحد المقامات فبتصير x minus 3 over 5 plus 5 over 5 فالتي بتصير عبارة عن x minus 3 over 5 ولأن المقام بيبقى نفسه فبتصير plus 5 فالتي هي عبارة عن شو؟ x plus 2 over 5 نحتفظ فيها لحتى تطبق قانون S إذا متذكر كان قانون S بيقول الأول زائد الأخير على 2 ضرب تي يعني ضرب x زائد 2 على 5 ويساوي شو بيساوي المجموع؟ هنا أعطوني إياه 422 29 5 ضرب 2 10 10 فلما تضربي الطرفين بالوسطين حيطلع معك x plus 3 multiply x plus 2 بيساوي 10 ضرب 429 هو 4290 هلا عم يدوروا على 2 consecutive numbers ضربهم 4920 اللوجيك هون بيقول لك انك تدوري على يعني تعوضي بالارقام اسرع طريقه تعوضي بالارقام فبعد ما تعوضي يعني اول شيء وسطيا بالمنطق 50 ضرب 50 250 50 ضرب 50 2500 2500 60 ضرب 60 1600 60 ضرب 70 4900 فالرقم اللي انا عم دور عليه بين شو وشو 60 و70 معناته انا في بقي عندي خلصت عدد الاحتمالات اللي بقدر اجربها لل 68 و63 بعدين اعوضه فهمت كيف؟ عشان ما اعوض كل الارقام. اوكي تمام. حيطلع معك الاكس 63 هو اللي بيزبط 63 مستقيم. فهمت علي كيف؟ تمام. طيب. يعني حتصير هي عباره عن 65 ضرب 66. نكمل. شو في عندك كمان 20 قلتي صح؟ قال A plus B هو 885 طيب انا لو اجيت اكتب ال A فمو ال A هي عبارة عن 1 plus 2 plus 3 plus هيك حيوصل لنقطة يقول plus 10 plus 11 plus 12 plus هيك لحد plus N صح ولا خطأ اللي كتبته؟ صح اجباري حيمر منهم طب هلا سؤالي هذا القسم هو نفسه شو؟ بي طبعا كان في قبله في عندي بلس 9 اكيد هذا بي فمو بقدر اقول انه الاي هي عباره 1 بلس 2 بلس 3 لهيك لحد ال 9 بلس بي صح ولا لا؟ طيب من الواحد للتسعه كيف بنحسب مجموعه؟ بالتي والاس 9 ضرب 10 على 2 لا هذول لانه كونسيكتيف نمبرز ناتشرال كونسيكتيف نمبرز هاي لهم قانون زائد بي هي عباره عن الأ معناها الأ ال 10 بتروح مع ال 2 بتضل 5 هي عباره عن 45 زائد احتفظ فيها بمستطيل وباخذها بعوضها هون وال 45 زائد بي زائد بي شو بيساوي؟ 2B plus 45 2B plus 45
سوري كتب 44 هو 885. باخذ ال 45 على الطرف الثاني بيطلع معي انه الاثنين بي شو بيساوي؟ 840 840 معناها البي الوحده شو بتساوي؟ 420. احتفظ فيها هون وبيجي بدي احسب مجموع البي. لو كان بدنا نحسب مجموع البي فالبي هي تبدا من العشره صح؟ ايه. فلو بدي اطبق قانون الكونسيكتيف نمبرز فكان بيقدر يقول انه هي ان بN زائد واحد على اثنين، بس هي كان ناقصها أرقام، ناقصها من الواحد للتسعة صح؟ بقدر أطبق قانون consecutive numbers. نقدر نطبقه. إيه بس ناقصها أرقام، ناقصها من الواحد للتسعة، فلو طبقته باعتبرته موجودين فبقول ناقص من الواحد للتسعة اللي هي ناقص 45، أوكي؟ لا هون مفروض. طيب، طريقة ثانية. مو البي 420. طب بقدر اقول انه الاي هي 420 زائد 45 من خلال هذا القانون، واقول انه الاي هي 465 صح؟ بلا. طب الاي اصلا هي شكلها بيشبه قانون الكونسيكتيف نمبرز اللي هي بتبدا من الواحد للان، فبقول ان ضرب ان زائد واحد على 2 465 معناها n ضرب n زائد 1 عبارة عن 2 ضرب 5 10 2 6 12 1 13 2 4 8 1 9 هي عبارة عن 930. شوفي عندي عددين ضربهم 930 30 و 31 أو لا 30 و 31 30 ضرب 30 900 زائد 30 930. في مشكلة؟ هو المشكلة بالآنسر كي وقتها إذا بدك تنظر شوي. خلينا نشوف شوف الآنسر. كيف عاملين الـ A هي 465 بس مو مبينين من وين وصلت الـ 465. طريقة غير طريقتي بس طريقتين صح. في مشكلة؟ هون آخر شيء هذول عبارة عن A عشان تنتبه. الحل اللي بالأحمر هو البداية، هون نهينا الحل واللي فوق هون التتم. تعبتوا. فهمتيها؟ أحسن. أحسن ولا خلاص فهمتيها أكيد؟ يعني بدي أرجع أحلها مرة ثانية بس لعند هلا فهمتها إيه. إذا ما فهمتيها بعدين بإمكانك ترجعيها بالتسجيل. تمام. طيب اليوم حنبدأ بدرس جديد لطيف جدا. وأنت عم بلش تتراكم عليك الوظائف ها؟ هيك ما اتفقنا؟ لازم من البداية كل درس بدرس. هذا بنص إن شاء الله بال على الخميس بكون كل شيء خلص إن شاء الله. درسنا اليوم كتير بسيط ولطيف وسهل، اسمه rational numbers. أظن أخذتيهم كتير بحياتك شيء 15-20. زهقنا منه يعني. حلو هو حلاوته أنه بسيط. طيب على فكرة مو بس الراشنال نمبرز، يعني تحسوا هذا الدرس صف السادس كامل اللي هو راشنال نمبرز اند ديسيمالز. ثواني بس على الإعلان. اوكي. راشنال نمبرز اند ديسيمالز. شو هي راشنال نمبر أول شيء ياها؟ ماذا يعني انه يكون في عندي عدد نسبي؟ يعني رقم على رقم. يعني رقم على رقم يعني فراكشن، هي ببساطة. يعني انه يكون في عندي A على B. يعني في عندي نومريتر على دينومينيتر وفي عندي خط الكسر، صح؟ صح. طيب، أنا ما رح أفتح الكتاب مثل العادة عشان ما كثير هيك نعذب قلبنا. فورا رح أبدأ من عندي اشرح الاساسيات المتعلقه بالراشنال نمبرز اللي هن اظن انك بتعرفيهم، اللي هي كيف بجمع اي عددين، كيف بطرح اي عددين، كيف بضرب اي عددين، قسم اي عددين، يعني اي كسرين اصلا اقصد اي تو فراكشنز، كيف بجمع سلاسل الكسور، يعني هي الامور اللي انا من وجهه نظري اخذت
ما عندك مشكلة فيها. إيه. وآخر شيء حنحكي على الديسيمالز، كيف نجمع نضرب ونقسم. هذه النقطة بكرام بسيطة. حنحكي على الريكورينج ديسيمالز اللي يكون في خط في فوق. بعدين بس خلصنا هاي الفقرة بنكون خلصنا الدرس. فتخيلي إنه درسنا اليوم، يعني أظن ما حتمرق معك أي فكرة جديدة مؤخرية في حياتك. هلأ لما نحكي عن rational numbers، يعني مثلا مثل ما أقول على 1 على 3 هي rational number، 3 على 4 هي كلها هي عبارة عن كسور أصغر من 1. ليش أصغر من 1؟ لأن النيميريتر أصغر من الدينيميريتر. طب لو كان عندي النيميريتر أكبر، يعني مثل 7 على 5، فهي عبارة عن شو؟ عبارة عن أكبر من 1، بس كان النيميريتر أكبر من الدينيميريتر، فبهذه الحالة هذا الكسر هو أكبر من 1. تمام؟ في عندنا فكرة، يعني هي فكرة بسيطة لكن دائما لازم أول ما نحكي على الرشال نمبرز نحكي عليها. في عندنا في شيء اسمه عدد كسري، اللي هو بيكون عبارة عن كسر قدامه عدد. هذا الكسر اللي قدامه عدد بيكون هو عبارة بالأصل عن كسر بسطه كان أكبر من مقامه، وهي الحالة شو بنعمل؟ هو اسمه mixed fraction. mixed fraction مثلا مثل لما اكتب لك كسر 3.5، انت ما بقرأ 3.5، قول 3.5، يعني 3 و1/2. في عندي طريقة دائما لحول هذا الشكل لكسر من خلال اني بضرب العدد بالمقام وبجمعه على البسط، يعني بيطلع عندي 3 ضرب 2 6 و1 7/2، بضل المقام نفسه. يعني مثلا لو كان في عندي 5 و1/3 والخمسة ضرب 3 15 16 1 16 3 16 على 3. طيب لو كان في عندي مثلا ناقص 5 و3/7 فيك تحوليها؟ ناقص 35 + 3 = -38/7. صحيح بهالبساطة. بس طيب هذا اللي تعلمناه هو كيف حول أي mixed fraction لفراكشن عادي. في فكرة كتير مهمة يا هيا، إني أنا لما أجمع two mixed fraction بإمكاني أنا أجمع الأعداد الصحيحة سوا، يعني اجمع الخمسة مع 2 واجمع الكسور سوا. تمام؟ يعني بالميكس فراكشن بإمكاني أنا اجمع الأرقام مع الأرقام واجمع الكسور مع الكسور. بس شو كان الكسر؟ شو هو؟ شو كان الكسر؟ فراكشن. فيك تعطيني مثال؟ مثلاً يعني مثلاً خيري أنا عم قلك 20 و3/4 - 5 و1/4. فيك تنقصي 20 من 5، يعني تقولي 20 - 5 = 15، وتقولي بعدين 3/4 - 1/4 = 2/4. يعني تنقصي الأرقام من الأرقام، فيك تكتبي هيك 20 - 5 + 3/4 - 1/4. يعني بإمكاني تمام، بإمكاني يعني add or subtract بهي الطريقة، بإمكاني أجمع أو أطرح بنفس الطريقة، أجمع الأعداد مع الأعداد وأجمع الكسور مع الكسور. تمام. طيب في فكرة أيضا مهمة كتير لما نحكي عن mixed fraction، حكينا كيف نحول من أي mixed fraction كسر، بس في عندي طريقة بالعكس. يعني دائما مثل ما بنتعلم برياضيات كل طريق روحة في له طريق رجعة. فمثلا لو كان في عندي، فلنفترض 20/7 وبدي احوله لميكست فراكشن، كيف؟ باخذ ال 20 وبقسمه 7. يا استاذ ليش عم تقسم بهي الطريقة؟ لانه باليوس لا تستخدم طريقة التقسيم العادية اللي انت كنت تستخدمها. 20/7 فيها 2، 2 ضرب 7 = 14، والباقي 6. فلما اجي اكتب ميكست فراكشن
باخد الجواب بيطلع معي بكتبه كعدد، باخد الباقي بكتبه فوق اللي هو الريميندر، وبكتب الدينومينيتر نفسه. لاحظي الجواب الريميندر والدينومينيتر نفسه. في أي مشكلة؟ لا واضح. أكيد. ممتاز. طب لو أعطيناك هيك مثال لإلك تحليه فورا. 50 53 على 4، بدي إياك تكتبي على شكل ميكس بالفراكشن. تلتاش واحد على أربعة. شو طلع معك؟ 13 واحد على أربعة. 13. في عندك خطأ كأنه، جاي أتأكدي. لا صح صح عفوا عفوا، 13 واحد على أربعة. في مشكلة لهون؟ لا لا. ممتاز. طيب بعد ما حكينا على الميكست فراكشن، هلا اكيد ما حييجوا يسالوك انت كطالبه يوسف، هاي ما عندنا صغار ليجوا يسالونا والله حول لي من ميكست فراكشن لفراكشن، او حول لي من فراكشن لميكست فراكشن، ولكن هي دائما اساسيات لازم نكون نعرفها لنقدر نحل. حاحكي ايضا على فكره مهمه واللي هي equivalent fractions. شو يعني equivalent fractions؟ بيكونوا قد بعض؟ بيكونوا قد بعض. طب امتى بيكونوا الكسور قد بعض؟ ما يكونوا عندهم نفس الـ denominator؟ لا، 1 على 5 و2 على 5 ما لهم قد بعض. مثلا 1 على 5 و2 على 10. صح، لما يكون واحد منهم هو نتج، يعني من خلال اني انا عملت multiply الفراكشن الأول بأي عدد، أو division، يعني I can multiply or divide with any number، بيطلع معي new equivalent fractions. صح؟ صح. طيب فبهي الحالة بقول إنه equivalent fractions هو كل فكرته ببساطة إنه ال A على B بتساوي A ضرب K على B ضرب K. بس انه انا لو ضربت الوسط في المقام حيطلع معي كسر جديد بيساوي الكسر القديم. Examples: 1 على 2 هي نفسها 2 على 4. هي بتذكر كنت عم درسها السنة الماضية لأخي الصغير بالمدرسة، وقلت له لو جبنا بيتزا قسمناها بالنص، أول شيء هو ما كان مقتنع، هي بيتزا، وأكلت أنا هذا النص اللي على اليسار، جبت نفس البيتزا وقسمتها 4 قطع وأكلت قطعتين، بالحالتين بكون أكلت قد بعض، يعني قطعة من قطعتين هي نفسها قطعتين من 4. حاسس حالي رجعتكم هلا للصف تماما الرابع. رابع نفس الاكزامبل العطاري دائما نفسه بنعمله على بيتزا نحن. هنا شغلتين ما بيخرب الطالب فيها، بيكون طالب بقمة التركيز، الأكل والمصاري. صح. يعني إذا مثلا قلت له طالب إذا بدي أقسم 74 على 2 شو بيطلع الجواب؟ ممكن يصفون ساعة. بس لو قلت له أبوك أعطاك 74 ليرة وقال لك خذهم أنت وأخوك تقاسموهم بالنص، قديش بيطلع لك؟ ثانية بيقول لي 37. كيف؟ ما بعرف، خلص أنه مو فيها مصاري. دغري دغري متعودين. فدائما البيتزا والمصاري بتحل أي سؤال رياضيات. طيب ما حنحكي كثير على الإكويفلنت فراكشنز، بس رح خبرك انه اللي مهم بالاكويفالنت فراكشنز هو الاختصار، اللي هو كان اسمه بالتركي ساده ليش ترمي، بالانجليزي كنا نقول له سمبليفيكيشن.
اللي هو إنه مثلاً لما يكون في عندي كسر مثل مثلاً 25 على 30 قسم فوق وتحت على شو بيتقسم هون؟ على 5 صار 5 على 6. ليش؟ لأنه دائماً أنا لما أكون عم حل سؤال فيه أي فراكشن رح لاقي دائماً أبسط حالة للفراكشن، ما حلاقي بالحالة المعقدة، هذا الشيء أكيد. طيب بعد ما حكينا هيك بعض الأمور الأساسية والنقاط المهمة بالراشنال نمبرز، حنبلش نحكي عن operations. operations on fractions. أول شيء نبدأ دائما بشو؟ بالparentheses. لا، أول شيء نبدأ لما دائما أي مرة بيقولكم رح ندرس operations عن أول operation بيحكونها؟ الزائد. طبعا بيحكوا لكم عن الزائد لأنه دائما هو أسهل شيء، اللي هو addition subtraction and subtraction. أنا من اليوم في مشكلة، عم يوقف هيك لثانية وارجع بعيد لحتى يكتب addition and subtraction. بعرف هالموضوع اللي حاحكيه هلا كثير بديهيه بالنسبه لإلك، بس معلش يعني لازم نمر عليها. لما اقول في عندي مثلا، خلينا نغير شوي الارض، 3 لان 3 كثير بسيطه، 1 على 7 زائد 2 على 7 شو بيساوي اياها؟ 3 على 7. 3 على 7 ممتاز، معناتها انت بتعرفي انه بس يكون في عم بجمع اي تو فراكشنز، الشرط الأول لازم يكون لهم نفس الدينومينيتر، والشرط الثاني إنه بيبقى الدينومينيتر نفسه، شو بعمل بالنمريتر؟ بس بزيده. بس بزيده. فلما أجي أحكي مثلاً هلأ مرة ثانية مثلاً 3 على 15 ناقص 1 على 15 شو بيطلع الجواب؟ 2 على 15. 2 على 15 بدأ أدشي مستبتراكشن نفسه. طب سؤال، لو كنا بحالة ما كان عندي مثلا 1 على 2 زائد 1 على 3 كان الدنومينيتر مو نفسه، شو بعمل؟ نضرب 2 3 3 2. ممتاز. اللي فوق كمان أكيد بصير 3 على 6 زائد 2 على 6 شو بيطلع الجواب؟ 5 على 6. 5 على 6. طيب لو قلنا لك 5 على 2 30 ناقص 1 على 8 كيف بتحليها؟ نضربها بأربعة. نضرب 8 بأربعة طلع معنا 5 على 32 ناقص 4 على 32 والجواب 1 على 32. 1 على 32. ما في داعي نحن كثير اصلا نشرح الاديشن والسبتراكشن، بس في عندي دائما فكره لتسهيل الحل، نجرب مثلا نسألك يعني شو فكرت فيها أو لا. لو قلت لك 3 زائد 1 على 5 شو بتعملي؟ بضرب ال بصير يعني بضرب الواحد 3 الواحد اللي تحت 3 ب 5 وبعمل عاد يعني بتصير 16 على 5. صح، بس ما كان في داعي، لا في طلاب بيقولوا فورا بنحط مقام ونوحد مقامات، هي صح والطريقة اللي هحكيها هي كمان انه هي بتحط مقام، بس مشان الاختصار بقول بضرب هذا العدد اللي برا باللي تحت وبجمعه باللي فوق. طيب مو بس تزبط للمالتيبيكيشن؟ لا ابدا، هذا اللي عملته انا هو على فكرة هو توحيد مقامات نفسه. المالتيبيكيشن هو شيء ثاني، المالتيبيكيشن بقول I multiply the numerators with each other and the denominators with each other، يعني انا بضرب اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت. لا لا، إذا عندي 3 times 1 over 5 كمان نفس الشيء بتطلع الجواب، بتصير 3 over 1 بعدين لو تضربيها ب 5 حتصير 15 over 5. 15 over 5 plus 1 over 5 بتضبط. يعني هي القاعدة للأديشن، صارت لخبطة شوي. أديشن أديشن سبتراكشن بتحبي ممكن أكتب لك إياها بالرموز، هي مو قاعدة، هي على فكرة توحيد مقامات، بس مثل توحيد مقامات سريع عشان أوفر وقت. إذا طيب إذا ما كان عندنا الأديشن هي البلس 3 و 1 over 5
آه إذا كان multiply إجبارك حطي 3 على 1 تضربيها مع اللي فوق بس. إذا كانت a plus b over c قول a multiply c plus بتطلع بتساوي a multiply c عفوا a times c plus over c. تمام؟ تمام. مثل القانون شو إذا لاحظتي؟ أولاني مثل الميكس نمبر. طب تعرفي انت الميكس نمبر انا بامكاني اعتبر ما في اشاره بلس بينه وبين الفراكشن. هذا السؤال كنا عم نسالك اياه. شو عملت هيك بس ما كنت عم بعرف اشرحها. الميكس نمبر هو ببساطه هو ما له ملتبلاي بينه وبين الكسر، بينه وبين الكسر في بلس. تمام. ما اوقات بيكون في اي عدد ملتبلاي فراكشن بس بحطوا بينهم نقطه مشان تنتبهي. إذا كان في بينهم نقطة بتكون multiply، أما إذا ما كان في بينهم نقطة بتكون هي mixed fraction وبتكون هي عبارة عن plus اللي بينهم. أوكي؟ تمام. طيب let's continue. برأيك بعد ما حكينا عن addition والsubtraction شو هنحكي هلا؟ ببساطة يعني. Division multiplication. Multiplication division آخر شيء. حاسة كثير حابتي درس اليوم، إنه ما حتدرسي منه شيء. إيه حريح عشان أقدر أركز على غير أشياء. على فكرة هو أول درس تقريبا مو صعب ولكن هو فيه مشكلة واحدة ما فيه كتير أفكار. لازم نحطوه آخر شيء صراحة، يعني لازم نحطوا هذا الدرس أول شيء. هذا بكل الكتب لكن بالكتب الثانية هذا ذاك الدرس هو مو أول درس تحطوه بعد بخمس أو ست دروس. بس أنا بيجمل كذا فكرة. ولكن أنا وجهة نظري حنستخدم متروبول لعدة أسباب. متروبول أسئلتهم أصعب من باقي المناهج بشوي، فنحن دائما هدفنا نجهز طالب جاهز لامتحان صعب، يعني يتدرب على الأسئلة الصعبة من هلأ ما ينصدم فيها بالامتحان. تمام. وما شاء الله مستواك جيد. الحمد لله يعني جيد، يعني إن شاء الله بأخذ علامة منيح صح؟ إن شاء الله لو بتدرسي منيح بتحصل علامة كثير منيح إن شاء الله. وسأل يعني. أنت في امتحانات ولا لا؟ شو هو؟ عندكم في امتحانات؟ انتوا بتعملوا ولا لا؟ طبعا طبعا كل اسبوع بس لحتى نخلص اليونت 2 يعني اليوم، والخميس نحل اسئله. السبت عندك امتحان. السبت عندي امتحان. باي ما باي ماتيريال؟ باول 2 تشابترز بالماث، وباول يونت بالجيومتري، وباول يونت بالاي كيو. ما بلشنا اي كيو. طيب ما بيدخل فيه اي كيو معناها يعني. بس هلا خلص من هذا السبت. كل سبت عندك اختبار؟ كل سبت؟ كل سبت. ممكن كل سبت او كل احد حسب انتم امتى بتعطلوا، او كل جمعه. يعني انت بتتفقي مع الميز دانيا ترتب لك اياها على حسب انه انت امتى بتعطلي بتقدمي اونلاين، بيكون مدته ساعه. تمام. وجريد وكل شيء صح؟ طبعا اكيد. بس ما بسقط فيه او شيء بعيد. لا عادي كورس وهيك. لا لا ابدا. هي الاختبارات هي اختبارات تدريبيه لإلك. ايه هي ما الاختبارات اللي حندخلك فيها جامعه او غيره، انه بالنهايه هو اختبار واحد من الدوله. يعني ما بعرف اذا بتعرفي كورسات اللغه مثل التوفل كيف انه بيعملوا لك اختبارات قبل الكورس لحتى تتدربي، بس المهم هو علامه الاختبار الاخير اللي بيكون اختبار موحد. وباخذ علامتي عادي وبشوف نقاط ضعف صح؟ صح صح. هو الاختبار إيه. لكم لتشوفي نقاط ضعفك لتتدربي على نمط الاختبارات كرمال الجامعه. فنحن إن شاء الله عندنا اختبارات أسبوعية، وصراحة يعني مشان يكون عندك فكرة نمط الاختبارات عندنا هي ليست اختبارات سهلة. ما حبي من أولها. شو هو؟ من أولها هيك كمان؟ طبعاً، لأنه اختبارات الجامعة مو اختبارات سهلة. فنحن إذا بنعطيكم اختبارات سهلة بتجيبوا علامات عالية بتنبسطوا بتروحوا على الجامعة بتلاقوا الموضوع كتير غير. فهدفنا من الأول نحسسكم يعني الموضوع جدي يا جماعة. ومع هيك على فكرة في طلاب بتجيب علامات عالية من أول مرة. فالموضوع مستحيل. السؤال اليوس فيني يدو كذا مرة ولا بس مرة؟ عادي فيك تعدي قد ما بدك. بالجامعة اللي بدي اياها كذا مرة صح؟ ايه بس بكل سنة مرة، يعني كل جامعة بتفتح بكل سنة امتحان. ايه تمام. انا بقدر يعني اعملها مرتين. اه يعني مثلا اذا هلا انت عم تدرسي الهاي سكول، فلنفترض قدمتي ما عجبتك علامتك، جيتي على تركيا قررت اجلي الجامعة سنة ترجع تعيدي اليوس مرة ثانية كرمال جامعة محددة، عادي فيك. فيك تعيدي قد ما لا انا بعد صف 11
وزي هالسرعة عملته وما عجبناه. انت صف ايه ده؟ انت صف 11؟ اي 11. اوكي خلص، معناتها معك وقت، فيك تقديم مرتين اكيد، تجيبي علامة ممكن عالية اكيد، ما شاء ان الله شاء مستواك الله، جيد. ان شاء الله يا رب. طيب، وعلى فكرة الدروس اللي حتاخديها بتفيدك كثير السنة الجاية، تاخدي الديريفيتيف وليميتس وهيك، واصلا موجودين بالصف 12. منيحة أحسن لي هيك. طيب، A على B multiply C على D بتصير A multiply C over B multiply D. فبهي الحالة لما نحكي عن المالتيبليكيشن ابسط شيء بقول بضرب اللي فوق مع اللي فوق، بضرب اللي تحت مع اللي تحت وخلصت. يعني مثلا 2 على 3 ضرب 3 على 5 بصير 2 ضرب 3 على 3 ضرب 5. في فكرة كثير مهمة بالفراكشنز واظنك انك تعرفيها، اني لما اكون عم بضرب بالفراكشن في عندي نفس عدد نفسه فوق وتحت، بس بشرط يكون مالتيبليكيشن فوق ومالتيبليكيشن تحت. شو فيني اعمل؟ روح طلع 2 اوفر 5. في داعي كثير وقف عليها المالتيبليكيشن؟ لا لا ما في داعي. اخر فكره ديفيجن، بنذكر شو كنا نعمل بالديفيجن. يعني لما اقول a على b divided by c over d شو بنعمل؟ نحول مالتيبليكيشن وبنقلب الدي على سي. صح، بتصير a على b multiply d over c. طبعا بالديفيجن وهذا القانون الاساسي، بس بعض الحالات مثلا ممكن ما يكونوا هيك، ممكن يكونوا فوق بعض. يعني ممكن يقول لي a على b over c على d، نفس المبدا تساويها a على b multiply d على c. او ممكن تكون هيك a على b على c، بعتبرها هي c over 1 تساوي a على b multiply 1 over c. ممكن تكون ايضا طريقة اخرى، يكون عندي a وتحت اصلا في fraction b على c، فبساويها a over 1 multiply c over b. في مشكلة؟ يعني باللي عملتهم في اي مشكله؟ هنا كلهم تطبيق بس على القانون الاساسي. ايه واضح، نبعد مع بعض ونقرب مع بعض. اها 100%. طيب، بعد ما حكينا عن الديفيجن ممكن نحل بعض الاسئله، بعدين انا في عندنا فقرات ثانيه هي زنجير لنا. اوكي خلينا نروح للكتاب. أي صفحة؟ أظن الصفحة 70 تقريبا. صحيح. طيب شو بنعمل هون مثلا بسؤال مثل هذا؟ أول شيء ما فكر فورا نوحد مقامات لأنه تكون عم ضيع وقت. فكر فوت الإشارات لجوا. شو بصير في عندي؟ بصير عندي 1 over 5 minus 1 over 5 plus 1 over 6 minus 1 over 4 minus 1 over 6 plus 5 over 4. sorry minus 1 over 6 over 6 plus 5 over 4. 1 over 5 minus 1 over 5 تروح، 1 over 6 minus 1 over 6 تروح، 5 over 4 minus 1 over 4 بتصير 4 over 4، بيطلع معي الجواب 1. easy. جربي تحلي هذا السؤال فورا بسرعة. بس واحد ونيجاتيف 5 على 12 يعني 5 على 12. طيب 1 وصلتي نقطة هيك طلع معك 1 minus 5 على 12. خطأ، هي بتصير 9 12. ثواني، هلا الواحد واضح ليش؟
أي 1 3 over 4 رح تنضرب ب 3 4 over 3 رح تنضرب ب 4 صح؟ تمام يصير معك 9 over 12 minus 16 over 12 صح ولا ما؟ بعدها شو بعمل؟ حلها عني 1 ضرب 12 بس 5 minus لا في minus فبتصير 12 minus 5 over 12 طيب جواب 7 over 12 نفس القانون اللي كنت كاتب لك اياه اللي هون انا هيك طبق بسرعه يعني a minus b over c يصير a times c minus b over c ما في minus بالنهايه في مشكله؟ تمام لا انا رح نسيت اعمل minus اوكي نفس السؤال رح نحل هاي الأسئلة على السريع لأنه هي بسيطة 4 7 ناقص 2 على 5 طبعا هون ناقص 4 7 دخلت ناقص لجوا 9 5 divided by 4 فبتصير plus 9 over 5 multiply 1 over 4 4 7 ناقص 4 7 بتروح هيصير عندي minus 2 over 5 plus 9 over توحيد مقامات بدي اضرب هاي ب 4 فبصير عندي 9 over 20 هي نفسها لما اضرب هاي فوق وتحت ب 4 طعمه يساوي بصير 1 على 20 بتصير ناقص 8 over 20 بتصير 1 over 20 صعبة؟ أبداً إليوس ما لا طيب. مو كله هيك حلي هذا السؤال ناقص 17 لا مو 17 ناقص 7 لا ثاني ناقص 7 على 10 ناقص شو 18 على 9 ومنقسم اوكي سؤال دائما اي اول نعمله multiplication ولا division وغلط ولا واحد من الأجوبة لا سان حاجة حلوة طيب انتبهي بس انتبهي على نقطة هاي الاثنين هي ما لها multiply هاي mixed fraction هون بدك تحوليها لفراكشن بعدين تكملي هذا
A A ناقص 7 6 3. هل أنت متأكدة؟ خلاص طالما ما له حل، طالما أنت متأكدة من الموضوع. Just a second please. أوكي جربي حلي هذا السؤال، هذا فكري فيه. بدون البي شو بتساوي؟ شو علاقة البي بالاي؟ جربي تحلي. سوري بس انا هذا الكرسي اللي عندنا بيعمل موسيقى، بعرف انه هو هذا كرسي المكتب. اوكي هلا بحاول بدله، يعني مو كثير عم بحرك بس اي حركة بسيطة هو بيبدا. طلع معك شي حال؟ بعتقد ما نمتلكي. بعتقد دي، ما بعرف ما نمتلكي. Let me see. صح بس كيف حليتي؟ يعني انتي عارف شوف اذا فكرة حلك صح. شفت هاي مثلاً اثنين، مثلاً يعني مثلاً اثنين مثلاً زائد يعني. طيب خلي أقول لك أنا كيف الحل. واحد 19 20 20 بتقسم على 9 مستحيل. طب لو قصت من 19 واحد بتصير 18، يعني لو كتبت B minus A 19 over 9 minus 1 over 9 هي ما عبارة عن 18 over 9 اللي هي 2. 24 over 11 minus 2 over 11 هي عبارة عن 22 over 11 26 over 30. فمعك B minus A equal 2 plus 2 plus 2 B minus A equal 6 معناها ال B equal A plus 6 لو نقلت على الطرف الثاني. في مشكلة؟ لا أنا ما في مشكلة. طيب هي طريقة الحل، في كثير منه هذا النوع. طيب قبل ما نبدأ بحل هذا النوع من الأسئلة ناخذ استراحة 10 دقائق. تمام. نرجع بعد الاستراحة ننهي الدرس اليوم إن شاء الله. إن شاء الله.
طيب صوتي واضح يا هيا؟ اي واضح. طيب خلينا نكمل المكان ما وقفنا. هنفكر اليوم نحن حناخد الـ on the decimals عشان ما يصير عليك ضغط، يعني أعطيك لحد تقريبا أكثر من نص الدرس بشوي، عليك بس الـ decimals للدرس الجاي، ناخذهم درس ونحل أسئلة، الـ decimals ما بياخذوا منا ساعة. زيك نائب. شو هو؟ طيب تمام زيك نائب ناسك. بصراحة لما إذا بعطيك اليوم الـ decimals وبسكر اليوم هذا الدرس كله فحيطلع عليك وظيفة ضخمة يعني. الله يسعدك، خلص الفراكشنز اليوم. فاليوم بكفي نكفي الفراكشنز، تفهمي الفراكشنز صح وتطبقي عليهم. يعني مو ما بيهمني انا اني اعطيك 10 دروس ورا بعض وما تفهمي منهم شيء. في فكره في قانون كثير مهم، واحد على ايه على بي شو بيساوي؟ بي على ايه. ممتاز، خلص طالما بتعرفي هذا القانون معناتها امورك ماشيه. ممكن لا خلاص فيك تجربي تحلي هذا السؤال. أي واحد ال reinforce إيه بيشبه السؤال اللي حليناه قبل شوي بس أصعب، أصعب درجة يعني. فكري بطريقة هالمرة مو بس حتجمعيهم، هالمرة حتضربي الـ A بعدد والـ B بعدد قبل ما تجمعيهم عشان يصيروا بيتقسموا. لا بس بطلب بضرب الـ X. جربي. لا لا اوكي اوكي. Just have a try.
ما زبط كمان. الموضوع له علاقة بال 13. ال 13 كيف ممكن تساوي 13 من اثنينات وثلاثة؟ بلش هون أول شيء. ال 13 اللي عندي هون 13. بلاش تفكر إنه ال 13 له علاقة بال اثنينات وثلاثات، هي عبارة عن 4 و 9 صح؟ 4 9 4 مع 9 13. فلو ضربت الاكس ب 2 ضربت الواي بشو؟ 4 3 كيف تضرب 3؟ تمام اوكي. قولي 2x و 3y. هلا جربي حلي، جربي اجمعيهم. فيني مثلا حتى لو عملت 2x و 3y ال 5 over 9 1 over 27 عملهم لحالهم كمان times 3 times 3 بعدين اعمل 2 و 3 صح؟ طبعا بتقولي 2x معناتها كل شيء بقلب ال x رح ينضرب ب 2 حتصير minus 2 over 11 plus 10 over 9. لما تقولي 3y فكل شيء حينضرب ب 3 واجمعيهم. انا اعطيتك شو الحل الحل. أنا مش في مشكلة. طيب كل شيء حليته. لا لك مشكلتي كله تمام، حخلص حوصل للحل، بس مشكلتي بال 5 over 9 وال 1 over 27 ضربتها هاي باثنين وهاي بثلاثة، بس الدينومينيتورز مش قد بعض، كيف بدي حلها؟ عادي ارجع اضرب ال 5 over 9 ب 3. شوف مطلع معك minus 3 over 27؟ ايه لا بلا، لما ضربتي 3 واي ايه بس جد ضربت ال 27. اوكي لما تضربي انت تضربي بس النمريتر، ما بصير تضربي النمريتر. تمام
هي شيء 2 over 3. شوفي كيف لما أقول 2x plus 3y هيطلع معك، أو شو رأيك تكتب 2x و 3y وخلاص طلع الحل متساعد فيه سنة. هاي 2x و هاي 3y. 2x هي عبارة عن شو؟ 6 over 13 صح؟ أو عفوا 4 over 4 over 13. كتبت أنا بكتب من أول خطأ. minus 2 over 12 plus 10 over 18 9 هلا ما هون هون ثانية حطيتها 2 over 12 هي 2 over 11 plus 8 multiply 3 24 over 11. هون بالخطأ أنا كاتب 12 خطأ بس بالخطأ minus 3 over 27 minus 3 over 27 باختصارها بتصير 1 over 9. لما أقول 2x plus 3y 4 over 13 plus 9 over 13 هي 13 over 13 بلا 24 over 11 minus 2 over 11 هي 22 over 11 فهي عبارة عن 10 over 9 minus 1 over 9 يعني 9 over 9 يعني 1. فبهي الحالة 2x plus 3y equal 4. خذ ال 3y على الطرف الثاني هنا بدهم بس ال x شو بتساوي. اوكي 4 minus 3y 2x equal 4 minus 3y x equal 4 minus 3y over 2. هو بيشبه هذاك بس اصعب منه بكثير. دخلوا فيها يعني يشبهوا بس مو كتير. في عندنا نمط أسئلة مثل هاد بيعطوني مجموعة كسور على شكل سلسلة. شو لازم أعمل هون؟ دائما ببدأ من اللي تحت وبمشي فيهم خطوة خطوة. بقول 2 ناقص 1 على 3 ناقص 7 على 3 مو ناقص ومو 7 هي 5 على 3. 2 ضرب 3 6 ناقص 1 عم ننسى عم ننسى عم ننقص 5 على 3 1 على 5 على 3 3 على 5. عرفت شو عم بعمل؟ 1 زائد 3 على 5 8 على 5 8 على 5 1 على 8 على 5 5 على 8 هصير عندي 1 على 8 ناقص 5 على 8 بيطلع معي الجواب سالب 4 على 8 ناقص 1 على 8. Was it difficult؟ لا لو عم حلها خطوة خطوة بدون ما حط دوائر كتير صعبة بس هي طريقة الدوائر بتخلي الحل أسهل بكتير. قبل ما أكمل قبل ما أكمل هون هنتقل بالحل فورا للأسئلة الدرس. ما في أسئلة بنفس النمط بدك تجرب فيها. لا مش لا not this not this just a second. هاد فيك تجربي تحلي هاد السؤال الأول. السؤال الأول 679
طلع معي 19. غلط هيك حلو ولا خلص؟ لا منحل طبعا. 4 زائد نص 9 على 2. 9 على 2. ممتاز. 3 على 9 على 2. 1. 6 على 9. بتعرف ليش؟ حتصير 3 ضرب 2 على 9 هي 8000، فبتصير 6 على 9. فيني اختصر اذا بدك، فيني اكتبها فورا 2 على 3، والافضل نختصر. في مشكلة؟ لا أنا هون اعتبرتك كفراكشن، هون كان ملتزم. فهمتيها؟ يا عملتك ماكس فراكشن. 1 زائد 2 على 3. لا تعلمنا. لا 1 زائد 2 على 3. 5 على 3. 1 على 5 على 3. 3 على 5. 2 ناقص 3 على 5. 2 ضرب 5 10 ناقص 3. 7 على 5. 3. في أي مشكلة عليها؟ لا طيب كمان سؤال على نفس الموضوع قبل ما ننتقل للفكرة الجديدة. حلي هذا. السلام عليك. 2 ناقص 1 على 2. 3 على 2. 1 على 3 على 2. 2 على 3. 2 ناقص 2 على 3. 4 على 3. 1 على 4 على 3. 3 على 4. صحيح، حلت نفس الطريقة صح؟ 2 ناقص 3 على 4. 5 على 4. صحيح، 5 على 4. 1 على 5 على 4. 4 على 5، حيطلع معي آخر شيء 2 ناقص 4 على 5، والجواب 6 على 5. ممتاز، برافو. طالما خلاص عرفت تحلي هاي معناتك وصلت الفكرة تماما. برافو يا هاي، ما شاء الله مستواك بالرياضيات جيد. الحمد لله. شو آخر آخر علامة أخذتيها بالمدرسة؟ علامة ماث؟ إيه؟ 90. 93. شي بالتسعينات بس بالضبط والله نسيت. ممتاز. قريب من نشوف شو صار. جربي حلي هذا، هذا سهل، هيك حل سريع. طيب ده حينتقل لفكرة جديدة. لما يكون في عندي مثل هيك سيريس بالكسور، بس تكون عم تكمل للإنفينيتي، عم تكمل للا نهاية، يعني هي إنفينيت، ما لا ما بتنتهي. كنا نحن نحلها تكون منتهية إلى كسور، لحظة هي بتكمل بتكمل تكرار. قال بشوف وين بدأ التكرار، بدأ من هون التكرار صح؟ والكل شيء هون مكان التكرار، بحط شوفي على الطرف الثاني في 11، فبقول 6 زائد اكس على 11 يساوي 11. ببدل كل التكرار من مكان ما بيبدأ باللي بالطرف الثاني. فلو نقلت 6 على الطرف الثاني. قولي لي شو سؤالك؟
وأن التكرار بيبدأ من 6 زائد x على infinity، مو من فوق، أنت عملتك لك 2 times. شوفي هاي من هون بدأت، بعدين صار كله يتكرر يتكرر يتكرر، صح؟ تمام، أنت ما قصدك بس على 6 نقاط. لا لا، قصدي هون بدأ التكرار، بدأ. طيب ما انه هون بدأ التكرار، بشوف دائما، شوفي على الطرف الثاني في 11، اكتب 11 بكمل. طيب شوفي هذا السؤال، كان في هون سؤال قبل شوي انت عم تحل. هذا السؤال انا ما بعرف شو في على الطرف الثاني، صح؟ بعتبر انه الطرف الثاني اكس، فبقول وين بدأ التكرار؟ بدأ التكرار هون. قول 2 ناقص 1 على اكس شو بيساوي؟ اكس. اكس. بعمل توحيد مقامات بصير معي 2x minus 1 over x equal x. إجباري بدي أضرب الطرفين بالوسطين، حيطلع معي 2x minus 1 equal x multiply x و x square. في مشكلة؟ لا. لو أخذتهم كلهم على طرف ثاني حيصير معي x square minus 2x plus 1 equal 0. minus 1 plus 1 نقلتهم، نقلت كل شيء على اليمين. فكرتك جبت هذيك لهون. لا، نقلتهم كلهم على اليمين. بعدها اللي حيصير معي هون انه بقدر اعتبرها هي عبارة عن x minus 1 square. اخذ شيء اسمه identities اللي هي a minus b square equal a square minus 2ab plus b square. هي عبارة عن identity. طبعا هتقولي يا استاذ انا ماني متذكرتهم، حلك معش هالفترة، بعدين حنعمل لهم درس لحالهم مراجعة. والx equal 1. في مشكلة؟ هاي كمان سؤال بنفس المبدأ كرمال تحليه ولا ثواني حاطين أسئلة. What؟ طيب حنحل عليهم بس لنشرح هذا النمط. بيجيني أوقات نمط هيك سؤال بيقول لي 12 over 5 equal a plus 1 over b plus 1 over c. إلا بسيطة كتير، شو بعمل؟ بدلة سن 12 على 5، وال 12 over 5 هي عبارة عن 1 أو مو 1، هي عبارة عن 2 زائد 2 على 5، صح ولا مو صح؟ صح. هي طريقة الميكس نمبر، بعتبر حالي عمل ديفايد 12 over 5 فيها 2 فيها 2 over 5، بيقول معناتها ال A هي 2، يعني 12 over 5 في عدد صحيح integer هو ال A، فبقول A equal to، لبقول 1 على هدول، يعني بقول 1 over B plus 1 over C equal 2 over 5. طب إذا 1 على هدول 2 over 5 معناتها مو B plus 1 over C بتساوي 5 over 2. بلى. طيب بس سؤال، 5 over 2 مو هي عبارة عن 2 plus 1 over 2؟ بلى. معناها مو ال B بس equal 2 وال C equal 2؟ معناها A plus B plus C equal 6. أي مشكلة؟ لا. حلي في سؤال تاني مثل هون شوي، أنا تارك الألم قريب. Just a second, this one. فيك تجربي تحلي هذا على السريع نفس نمط هذا بس لأتأكد من نتيجتك.
جواب خمسة. شو عملتي؟ أول نهاية ميكس نمبر 19 over 4 بتصير equal to 4 plus 3 over 4 فال x هي 4 وال 1 over y plus 1 over 3 نقلبها بتصير y plus 1 over 3 بتصير 4 over 3 ومنقصها من هني بتصير على y equal to 3 على 3 هي equal to 1 ف 4 plus 1 هي 5. ممتاز ممتاز جدا. طيب هون نحن ناخذ هلا المقارنه اللي هي الكومبريشن لإلون او ارينجمنت ممكن نسميها. بس قبل ما اخذ المقارنه حنحل بعض التمارين اللي هي بس لنأكد فيها الافكار بعدين بس عن الديسيمالز ناخذهم الدرس الجاي. في جرب تحلي هذا السؤال الرابع. جواب اي. الجواب اي. شو عملتي؟ خلينا نحل سوا. تمام بتصير 2 over 3 على x is equal to x فبسوي 2x plus 3 على x over x 3 is equal to x squared x plus 3 يعني بصير عن x squared is equal to negative 2x minus 3 بصير equal to x minus 3 squared ف x هون عندك خطأ x minus 3 squared not equal to x minus 3 squared إلا هي هون بصير حلين هي إما x minus 3x plus 1 equal 0 تقولين أو زمان x equal 3 مضبوط. بس بغض النظر ما لح حل بهي الطريقة لسه ما شرحت لك هي الطريقة. شوف شو حاعمل حقول x square minus 2x equal 3 يعني بس نقلت 2x في عندك مشكلة؟ لا بعدها بقول طلع ال x لبرا عامل مشترك بقول x multiply x minus 2 equal 3 أعطيني عددين الفرق بينهم 2 ضربهم 3 شو هن؟ واحد 3 multiply 1 is 3 for x equals 3. طيب كي جربي تحلي هذا نفس المبدأ
جواب خمسة. الحل هو 4 زائد x على 5، شو بتساوي؟ x. فبتصير 20 زائد x على 5 يساوي x. cross multiplication 20 زائد x يساوي 5x. فال 20 تساوي، صح، هو الجواب 5. 4x والx شو بتساوي؟ 5. طيب على كل حال يعني أظن أنك فهمتي الموضوع. في هذا النمط من الأسئلة بدي أشرح. قال بيقولوا 2 زائد شيء يساوي 3. بهذا النمط من الأسئلة في طلاب بيقول لي أستاذ حنبدأ توحيد مقامات من تحت وهيك، بقول له مستحيل، مستحيل توصل لحل. أنا هيك بفكر، 2 زائد شو بيعطينا 3؟ 1. هاي يساوي 1. 4 قسمة شو بيعطيني 1؟ هاي يعني لو شو كان تحت الأربعة حتى يعطيني جواب 1؟ 4. 5 ناقص شو بيعطيني 4؟ 1. 6 قسمة شو حيعطيني 1؟ 6. 6 2 زائد شو 6؟ 4. معناها الـ 8 على x يساوي 4 والـ x يساوي 2. واو حلو، حبيت جدا لطيف الموضوع، لأنه إذا بلش توحيد مقامات من تحت حياخذ معي السؤال وقت طويل، مستحيل الحل، كثير صعب. بس حله هيك بهالطريقة، دايما حنلاقي سؤال نفس المبدأ. جربي حلي هذا، صفحة 80 سؤال 12. إدعش. بس هعمل حل سريع. 3 زائد شو 4؟ 1. 1 2 على شو بيعطيني 1؟ 3. 2 على 2 ايه 5 ناقص 3 2. 2 أو عفوا 5 ناقص 3، هذول 3. هلا بإجباري بيقول x على 3 زائد 1 على 2 ناقص نص
شو بيساوي؟ حرب أصلاً بيساوي 3 صح؟ ايه صح. بدي أحد مقامات إجباري تحت، ما في عندي حل، كمل يعني. فبيجي بقول x على 3 2 ناقص نص 3 على 2 1 على 3 على 2 2 على 2 3 على 3 3 زائد 2 على 3 شو بتساوي؟ 11 على 3 بتساوي 3. ليش 11؟ 11 على 3 قصدك الحل 3 ضرب انت قصدك على هنيك 3 ضرب 3 9 على 11 على 3 يساوي 3. نضرب بمقلوبة فبتصير 3x على 11 يساوي 3. فيني روح 3 من هون مع 3 من هون، طلع معي ال x بساوي. إذا ممتاز، ما شاء الله مستواك رائع بالرياضيات. بدي احكي هلا هو معلومات اظن بديهية بالنسبة لك، بس لها علاقة بمقارنة القشور. لما بقارن كسرين مثل A على B و C على B، يعني لهم نفس الدنومينيتر بس ال A أكبر من C، فبتكون ال A على B أكبر من C على B. يعني إذا قارنت كسرين نفس الدنومينيتر فبختار الكسر اللي بيكون النمريتر فيه أكبر. يعني اللي بدي أقوله، مين أكبر، 3 على 5 ولا 2 على 5 أو 1 على 5؟ خمسة 3 على 5. يعني لما بقارن أي كسرين بيكون البسط الأكبر هو الكسر الأكبر، تمام؟ إذا كان لهم نفس المقام. في مشكلة؟ لا طب سؤال، لو كان لهم نفس البسط مثل 3 على 7 و3 على 4، مين بيكون أكبر؟ نحولها ما في داعي أحول. بس 3 على 4 هي الأكبر صح، بدون ما احول. ليش؟ في عندك قانون بيقول اذا كان في عندك A على B و A على C وكانت ال B اكبر من C، يعني هالمره فبقول A على C اكبر من A على B. اصلا هو قانون بيقول اذا في عندي كسرين لهم نفس المقام فالبسط الاكبر هو اكبر مثل اللي فوق، اما اذا كان لهم نفس البسط يعني لهم نفس النمريتر فاللي تحت بيكون اصغر بيكون هو اكبر، تمام؟ التفسير المنطقي، إذا عندك بيتزا قسمتيها 4 قطع وأكلتي منها 3، أوكي؟ ونفس البيتزا قسمتيها 7 قطع وأكلتي منها 3، إمتى بتكوني أكلتي أكثر؟ على 4 قطع على 4 قطع، لهيك 3 على 4 أكبر من 3 على 7. طبعا مع مراعاة موضوع كثير مهم واللي هو إنه 1 على 2 مثلا أكبر من ناقص 3 على 7، لأنه دائما أي شيء بوزيتيف هو أكبر من أي شيء نيجاتيف، تمام؟ طب سؤال، مين أكبر؟ ناقص 3 على 5 أو ناقص 2 على 5؟ 2 على 5 لو كانوا بوزيتيف لكان 3 على 5 أكبر، بس أنا نيجاتيف تكون ناقص 2 على 5 أكبر. بس هدول الملاحظات موجودين بالكتاب، في أي مشكلة؟ لا. طيب، في فكرة بالفراكشن هلأ تقول إذا كان في عندك أي فراكشن أكبر من صفر وأصغر من واحد، يعني هذا الفراكشن هو بوزيتيف بس أصغر من واحد مثل واحد على اثنين واحد على ثلاثة، وكان عندك الـ m أصغر من m يعني الـ m أكبر، فـ x power m أصغر من x power m. كيف يعني؟ أعطيكي مثال، الواحد على اثنين، أوكي؟ الواحد على اثنين أس ثلاثة أصغر من الواحد على اثنين أس مثلا اثنين. أوضح لك ليش؟ بس. واحد على اثنين أس اثنين هي واحد على أربعة، واحد على اثنين أس ثلاثة هي واحد على ثمانية، مين أكبر؟ هي كل الفكرة. فلما يكون الكسر بسطه أصغر من مقامه يعني أصغر من واحد، فأنا كل ما بحط له باور أكبر بكون عم صغره أكثر. اوكي يعني مع الباور الاكثر بتظهر طبعا، بس لما يكون اصغر من واحد يعني يكون النيميريتر اصغر من الدينومينيتر. طبعا القوانين كلها مكتوبة بالكتاب الصفحة على ما اظن
75. I'm all دائما a negative rational number is smaller than a positive rational number. يعني positive negative دائما أصغر من negative. بعد قال if two positive fractions have the same denominator, the fraction with the smaller numerator is smaller. إذا عندي كسرين لهم نفس الرقم اللي تحت فالرقم اللي فوق بيكون اللي البسط تبعه أكبر هو أكبر. If two positive fractions have the same numerator, the fraction with the smaller denominator is bigger. يعني إذا عندي كسرين لهم نفس العدد فوق فاللي بيكون المقام تبعه اللي هو الدينومينيتر أصغر بيكون هو أكبر. قال أي fraction positive هو أكبر من صفر وأي fraction negative هو أصغر من صفر. طيب في قاعدة بس ما شرحتها لحد اشرحها، شرحوا القاعدة تبع الباور اللي حكيتها. هي قاعدة بس اللي ما شرحتها، بيقول لو كان عندي كسر البسط أصغر من المقام مثلا مثل 10 على 12 اوكي، وصار تضيف للبسط والمقام نفس العدد، يعني مثلا ضفت لهم 3 ضيفي 3 بصير 13 على 15، بصير بيطلع معي كسور جديدة أكبر من الكسر القديم. لو ضفت مثلا فوق وتحت 5 18 على 20 مثلا، بصير بيطلع معي كسور جديدة أكبر من القديم كل ما بضيف للبسط والمقام. هي أول حالة لازم تنتبه، ولازم يطلعوا أدوات؟ لا، لاني ما عم بضرب فوق وتحت، عم ضيف فوق وتحت نفس العدد. اوكي تمام. الحاله اللي بعدها لما يكون البسط اكبر من المقام مثلا مثل 15 على 12، لو ضفت 3 مثلا بصير 18 على 15 بصير اصغر. لو ضفت مثلا ضفت هون 7 بصير 25 على 22 كون عم صغره. اوكي يعني لما النيميريتر اصغر من الدينومينيتر وبصير تضيف فوق وتحت نفس العدد بكون عم كبره. لما يكون النيميريتر اكبر من الدينومينيتر وصير تضيف نفس الرقم شو بكون عم بعمل؟ عم صغر. طيب لهون بيكون خلاص درسنا اليوم، حلي كل شيء باسئله الراشنال نمبرز. اي شيء ما فيها ديسيمالز فيك تحلي، اي شيء فيها بس فراكشن فيك تحلي. جربي حلي منهم وانهي دروس الوحدة الأولى. الدرس الجاي رح ندرس الديسيمالز بأول ساعة، يعني ما بدنا نشيل الديسيمالز، شغلكم بسيطة، أنت بتعرف هذا الموضوع، ورح أحاول حل أسئلة كثير من هذا الدرس ومن الدرس الأول، أوكي؟ تمام، بيكون ممتاز خاصة من الدرس الأول أنا أصلاً. إن شاء الله، في أي شيء ما فهمتيه؟ لا، يسلم إيديك، شكراً كثير. الله يسلمك، إن شاء الله درس قادم، يوم إن شاء الله، الخميس. مع السلامة. شكراً لك. عفواً. مو الخميس، الجمعة.